وطبعا احنا النهارده فريق اعداد البرنامج واحنا القناه عملنا لك مفاجاه. ايه هي المفاجاه؟ اوعى تكون اللي في بالي. المفاجاه ان احنا معانا النهارده الاستاذ جمال المصري، ويا ريت يدخلوه معانا دلوقتي، وهيخش دلوقتي حالا. استاذ جمال، نورت وشرفت البرنامج. السلام عليكم. شفتك يوم محني ده انا ابن ابويا، تعبك ووجعك يذبحني، معاش ولا كان اللي يخليك يا عمى في حياتي تتحوي، معاش ولا كان ده انا باسمك وعلى حسك صرت سامحني يا بابا، سامحني انا ابويا. نورتنا جدا جدا، وانا سعيد جدا جدا بوجودك معايا. كتر خيرك، انا اشكر جدا القناه اللي استضافتني، وهي قناه مميزه على فكره، وكتير من الناس بتتابعها، وبعض اصدقائي كتير جدا بيتابعوها، وان شاء الله انا اتشرف بيكم. احنا الشرف لينا بصراحه من كتر كلام سيادة المستشار الاستاذ حسام عنك، يعني خلاني يعني كنت حابب جدا ان انا اشوف واعرف حضرتك واعرفك عن قرب، وبصراحه كلامه طيب 100%. تمام، لنا ان شاء الله حلقه مع بعض نتكلم عن السلامه. عايز منك كلمه سريعه جدا قبل الختام سياده المستشار الاستاذ حسام. كلمه سريعه؟ لا، ده ابويا، انا اوجه كلمه لابويا قدام المشاهدين كلها، بص رجليه كمان قدام الناس كلها. ابويا مهما يعيش العمر ومهما يعدي، انا عمره ما عوض اي حاجه منه. انا اشكر هيئتي الموقره، مش طالبين غير الحلال. بصراحه حضرتك شرفتني ونورتني، وبشكر حضرتك جدا، وبشكرك سياده المستشار، وشرفتوني ونورتوني. اعزائي المشاهدين، كنتم معنا في برنامج حلم حياه، وانتظرونا ان شاء الله في حلقه قادمه.